يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآل محمد، به نستعين وعليه نتوكل. يشرفني ويسعدني أن ألقي على حضراتكم مختصر من ورشتنا أو دورتنا لليوم الثالث والموسومة أورسيد أو أوركيد أداة في أسكوبس، والتي تنظم من قبل مركز التعليم المستمر في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في سلسلة الدورات والورش التدريبية التي تنظمها المركز في الجامعة. الأورسيد أو الأوركيد هو، يعني قبل لا نبدأ بمحاضرتنا في لليوم الثالث وهي الختامية إن شاء الله، تعلمنا بالمحاضرة الأولى اللي هي كيفية اختيار المجلة الرصينة ومن خلال المواقع الإلكترونية الأربعة، وكذلك الديتيلز الموجود بالمواقع الإلكترونية وشلون أكتشف المجلة هاي رصينة أو غير رصينة، من خلال موقع بيرلس، من خلال سكوباس، من خلال الاس جي ار، من خلال الماستر جورنال ريبورت التابع للويب اوف ساينس، اقدر احدد المجله رصينه وغير رصينه. وتعلمنا شلون نحدد كيو المجله في اسكوباس، والمحاضره الثانيه تعلمنا شلون نحدد نوع المجله وكذلك سرعه النشر فيها من خلال نوع المجلة، إذا هي open access المجلة أو subscription أو hardbound، وتعلمنا شنو الفرق بين هذين أنواع المجلات، وكذلك تعلمنا كيفية تحديد سرعة النشر من خلال أداة الإنسايت الموجودة بدار نشر السفير. هاي أداة خاصة يحدد لك كيفية تفاصيل وسرعة النشر بالمجلة أو من خلال البحث نفس المنشور في المجلة، أقدر أحدد نوع يعني سرعة النشر للمجلة. وتعلمنا كذلك كيفية تحديد كيو المجلة في الويب أوف ساينس من خلال جورنال سايتيشن ريبورت. اليوم محاضرتنا اللي هي الأورسيد أو الأوركيد آي دي إيه هو اختصار الى Open Researcher and Contributor ID، الهويه المفتوحه للباحثين والمساهمين. يعتبر انشاء حساب على الاورسي ضروري جدا لكل باحث، وهاي نخلي عليها يعني جواها 100 خط، ضروري جدا لكل باحث، ضروري جدا لكل باحث، لانه سيحصل على رمز مكون من حروف وارقام يميزه عن باقي العلماء والمؤلفين الأكاديميين. فجدا ضروري عملية إنشاء حساب في الأورسيد، وراح نتعلم بالسلايدات الجاية إن شاء الله شنو الأهمية الأورسيد. يعالج هذا الأيديا الأشكال الناتجة من الخلط ما بين الباحثين بسبب تطابق أسمائهم التي تظهر على البحوث العلمية، كما تعالج الخلط الذي قد ينتج من استخدام اختصارات للأسماء. يعطي لكل باحث هوية فريدة دائمة تشبه معرف الوثيقة الرقمية DOI الذي يتم إنشاء المحتويات الرقمية للتميز بينهما. فعندنا مصطلح قلنا الأورسيد IDA أو الأوركيد، هذا يعطينا رقم وأرقام وحروف لباحث يختلف تماما عن الباحث الآخر، حتى أتخلص من مشكلة تطابق الأسماء وال يعني الأخطاء اللي قاعد تصير بعملية كتابة الأسماء وعدم ثباتها بالبحوث للباحثين. DOI هو رقم معيار، يعني رقم هم تعطي مؤسسة تابعة، مؤسسة غير ربحية هي للDOI للبحوث، يعني كبحث، يعني يعطي مو كباحث، للبحوث يعني تعطي المجلة DOI، فنعرف الDOI للمجلة لهذا البحث من خلال يعني تزودنا به المجلة. فهو هذا الدي او اي يختلف عن الاوركيد او الاورسيد، هذاك للباحث وهذا للبحث نفسه. الاي اس اس ان هم رقم قلنا للمجلة نفسها، فعندنا ارقام يعني تعريفية للمجلة، الاي اس اس ان، الدي او اي للبحث نفسه، والاورسيد او الاوركيد هو للباحث نفسه. فلازم نفرق بين هذني المحتويات الرقمية.
تم إنشاء هاي المؤسسة في 16 أكتوبر عام 2012. أطلقت المنظمة خدمة للتسجيل في حساب الأورسيد والحصول على ID الخاص بهم، وقد لاقت الخدمة استحسان الوسط الأكاديمي البحثي، وذلك لمعالجتها الكثير من المشاكل في كتابة أسماء الباحثين والتطابق الذي يحصل فيها، وهي منظمة غير ربحية. هنا الواجهة الرئيسية للأوركيد أو الأورسيد، وكذلك اللينك الخاص بالموقع أسفل الشكل. لازم إحنا نسجل بالبداية، نسجل بالأورسيد أو الأوركيد إذا ما مسجلين من خلال ساين إن أو ريجستريشن. تظهر لنا ثلاث تبويبات، نضع بالبداية الفيرست نيم، بعدين الفاميلي، بعدين اللاست نيم اوبشنال، يعني هو تريد تكتبه بالفيرست نيم، بعدين برايمري ايميل، الايميل الرئيسي، بعدين اكد الايميل، بعدين اكو خيار اللي هو اديشنال ايميل اللي هو هم اوبشنال. هذا الخيار يعني اذا نخلي بعد ايميل ثاني ونضغط على كلمة next، تظهر إن إذا أكو يعني باحثين بهذا الاختصار أو بهذا الاسم فممكن أكون نطي تقدم. بعد ذلك ننتقل إلى security والnotification للحساب من خلال نخلي الباسورد. الباسورد لازم يكون بشكل قوي، كذلك تأكد الباسورد، نحدد هذا الخيار ونيكست، كذلك نحدد نوع البروفايل مالتنا، يظهر لعامة الناس أو بشكل برايفت أو بابليك، نخلي everyone. هاي السياسة البوليس مال المجموعة أو الموقع، بعدين نعطي ريجستريت. نلاحظ هنا تكوننا بهاي الخطوة كوننا حساب، يعني ما يحتاج الباحث سوى يمكن 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق يكون له حساب في الأورسيد. ولازم كل باحث ماجستير دكتوراه يعني بالوسط الأكاديمي لازم يمتلك حساب الأورسيد، لازم يمتلك حساب الأورسيد، لأن أغلب المجلات الرصينة هي تطالب الباحثين بالأورسيد. وهسه راح نتعلم شلون المجلات تطالبنا بالأورسيد ايديا مالتنا وحسابنا، وشلون ناخذ الحساب وشلون نكون. تسجيل جدا بسيط، معلومات جدا بسيطة، حال إنشاء أي موقع تواصل اجتماعي، بس يعني يحتاج لنا يمكن أقل من 5 دقائق نسوي ريجستريت بالهذا. هسه نلاحظ هذا البحث منشور، بحث يعني منشور المجلة بالام دي بي اي انترناشونال جورنال اوف مولكيولر ساينس، اللي هي changes in adipose tissue distribution and association between uric acid and bone health during menopausal transition. نلاحظ هاي الأسماء، أسماء الباحثين، نلاحظ الأسماء الباحثين أمامهم جميعاً الأورسيد نمبر. هاي بس تضغط بالبحث بالبي دي اف مالتي، بس تضغط على الأورسيد نمبر أو علامة الأورسيد نمبر راح ينتقل لك إلى الأورسيد نمبر للباحث. فكل باحث هذول الباحثين يمتلكون الأورسيد نمبر بهاي المجلة، طالبهم بالأورسيد نمبر، وبس أضغط على هاي العلامة أو اللوغو مال الأورسيد يظهر لي الرابط أو الرقم الأورسيد نمبر للباحث نفسه والبروفايل مالتي في الأورسيد. فعملية إنشاء حساب والاحتفاظ به جدا مهمة بهذا الأمر.
بعدين نتعلم شنو الأرقام 1 2 3 4، هاي النجمة راح نتعلمها في دورة لاحقا إن شاء الله ينظمها مركز التعليم المستمر في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، اللي هي أساسيات كتابة البحث العلمي، شلون أكتب العنوان، شلون أختار العنوان، شلون أختار مفردات العنوان، شلون أكتب أسماء الباحثين، شنو هاي الأرقام. هسه بس احنا موضوع محاضرتنا اللي هو الاورسيد نمبر، شنو الاورسيد نمبر وشنو الستار، كل هاي الامور راح نتعلمها ان شاء الله في دوره لاحقه اللي هي اساسيات كتابه البحث. نلاحظ هذا البحث منشور يعني بالصفحه هنا بالبي دي اف، نفس البحث بالام دي بي اي. نلاحظ هذا كذلك، بس نضغط على اورسيد، اللوجو الاورسيد ينتقل لنا الى الرقم المعياري او الرقم الاي دي للباحث في الاورسيد نمبر. ونتعلم كذلك بدوره اساسيات البحث شلون نكتب الافليشن، لان عمليه كتابه الافليشن جدا مهمه، وحتى نضمن عدم ضياع بحوثنا في حسابات الجامعه او المؤسسات اللي ننتمي اليها، لازم نضمن عملية كتابة الأفليشن بالصورة الصحيحة وحسب الجيد لاين مال المجلة. فناخذ مثال، هذا باحث، هذا الصفحة مالته، نلاحظ الأور سيد نمبر مالته هذا متكون من 4 أرقام 4 أرقام 4 أرقام 4 أرقام. هذا الباحث متكون من هذا الأورسيد نمبر مالته، ممكن أسوي له كوبي وأخذه، هذا يبقى هو يعني يتداول بي ويصير الهوية التعريفية له بالمجتمع البحثي. اسمه، البايوغرافي مالته، يعني السي في مختصر، الأكتيفيتيز مالته، شنو النشاطات مالته، واي أمور نقدر أدر أي دي. كذلك نلاحظ هنا الريسيرش اي دي مخلي، هو سكوبس اي دي مخلي، لوبو بروفايل هذني معرفات او مستوعبات رصيني، فهو مخلي اللينك مالتهم، فقط بس نضغط عليه يظهر ان الريسيرش اي دي بالويب اوف ساينس مالته، والاي دي مالته بسكوبس، البلد مالته ايطاليا، وهكذا. نلاحظ بالورك مالته بالاعمال الى الاسفل، نلاحظ هذا عنوان البحث، عنوان المجلة، تاريخ النشر، نوع المجلة، الدي او اي قلنا هذا للبحث، الاورسيد للباحث، والاي اس اس ان للمجلة، الكونتريبيوترز يعني المساهمين مالته اللي وياه هم هذول يعني الباحثين، الكوثرز مالته هذا بحث ثاني. هنا السورس هنا شوية مهمة، جايه من الكروس ريفرنس، موقع هذا يعني يحدث البحوث او مستوعب للبحوث، فهو يضيف البحث مباشره بالاورسيد نمبر، باعتبار هو خلى الباحث مالته الاورسيد نمبر بالباحث مالته، ولما ينشر فينضم مباشره اوتوميتد بشكل يعني اوتوميتد تلقائي للبروفايل مالته بالاورسيد، فهو جاي هذا المصدر من الكروس ريفرنس. البري ريفيو مالته يعني المقيم مالته، مقيم بالانتي اوكسيدنت، مقيم بهواي مجلات رصينه. هنا بروفايل ثاني مخلي سكوبس اي دي، مخلي لوب بروفايل، ريسيرش جيت، ويب اوف ساينس، الكيورد، يعني البلد مالته، ممكن الفندنج مالته اللي يجي من عنده، وكذلك نقدر نخلي ادد للبحث مالته من خلال هاي علامة الموجب. واضح دكتورة خنساء؟ واضح كلش دكتور.
لأن انقطعت الكهرباء. سيرش اند ممكن نضيف البحث من خلال السيرش اند لينك، ممكن الادد من خلال الدي او اي، ممكن اسوي ادد للبحث مالتي اذا يعني ما تفهرس بصوره اوتوميتد مثل ما تعلمنا بالسلايد السابق، من خلال المصادر او المستوعبات البحثيه ممكن اضيفها من خلال هاي الامور، السيرش اند لينك، من خلال الدي او اي البحث، من خلال البابميد اي دي. هذا جدا مهم، هاي يعني مستوعب رصين البابميد ينشر به البحوث البيولوجيه والطبيه والامور الصحيه يعني عامه، فيعطيك لكل بحث اي دي. ممكن تخلي بس البحث للبحث هذا الاي دي يظهر البحث عندك بشكل تلقائي عندك بالبروفايل مالك بالاور سي. ممكن اسويه بالمانيوال بشكل مانيوال. هنا اذا ضغطت على السيرش اند لينك القى لي عده خيارات وعده مستوعبات اقدر من عندها، فاهم شيء احنا عندنا من سكوبس السفير، اذا اضغط عليه سكوبس السفير تظهر لي هاي النافذه مباشره، يقول لي سيلكت بروفايل، يعني وين البروفايل مالتك الاساسي، مو اكو احنا تعلمنا اكو اسماء لازم متشابهه تكون، فانا احدد البروفايل مالتي الاساسي واعطيه سيلكت، بعدين اروح للسيلكت بروفايل نيم، بعدين يقول لي يابا هذين البحوث مالتك هن صحيحات، لا اكو شيء مو ما تريد تخليه بالاورسيد، اكو تريد تخليهم كلهم مباشره لحد ما يعطيني سند بابليكيشنز. اذا اعطيته سند بابليكيشن وكملت من خلال سكوبس بالاورسيد القى بحوثي كلهن موجودات عندي، الموجودات بحسابي بسكوباس راح ينتقلن الى حسابي بالاور سيد، والسورسز يطلع لنا مو الكروس ريفرنس، لا راح يطلع لنا سكوباس الزفير. ممكن اضيف البحث من خلال الدي او اي، اجيب اللينك للدي او اي مال البحث وأضعه بالخانة وأعطي نيكست، يعني ينضاف البحث مباشرة من خلال البابميد اي دي أو بشكل مانوال، أكتب الاسم والتايتل والعنوان وهاي الأمور والتايتل جورنال، أنا ما يعني ما حبثها لهذا الأمر، يا أما من سكوباس يا أما من الدي أو أي، يعني هي أغلب الأحيان أو البابميد اي دي. هنا هاي العلامة القفل والإفريوان، هذني إذا تريد يشوفون يعني يراها القراء البحث مالتك أو تكون بصورة برايفت يعني مو بابليك، تقدر تحدد عدة خيارات. بس نشوف هاي نا سورسز سكوبس السفير جاي من السفير. هنا الان انبوكس للحساب مالتي اكون نوتيفيكيشن يجني هو يعني يقول لي مثلا اورسيد قام بتغيير يعني بعض الامور او اضافه بحث او في شيء، هواي امور تجيني نوتيفيكيشن تجيني اقدر احددها من خلال الانبوكس مالتي واشوف النوتيفيكيشن جايتني. وتعلمنا ان هذا الاورسيد للباحث. نبدأ مختصرة عن سكوبس. سكوبس هي أكبر قاعدة بيانات للملفات السابقة، أكثر من 25,000 عنوان، أكثر من 7,000 ببلشر، عندها 24,971 مجلة محكمة، بها 6,400 مجلة أوبن أكسس، وتعلمنا شنو الأوبن أكسس وهاي الأمور. تغطية يعني مكثفة للمؤتمرات للمجلة، بيها حوالي 270 كتاب، بيها حوالي 435 مليون ويب بيج، 7 براءة مليون براءة اختراع، من 5 مكان. هاي جدا مهمة، هذا تولز استخدمته سكوبس
في يعني مؤخرا البراءات الاختراع والجرانتس يعني الجوائز والبورد ومكاتب، ان خمس مكاتب للبراءات الاختراع اللي هي مكتب براءات الاختراع والعلامات التجاريه البحث عن طريق يعني الاور سيد بالجوجل اسكولا او بالسكوبس. شلون ابحث انا عن الاور سيد بالسكوبس؟ من خلال عندنا عده خيارات الدوكيومنت، هنا نلقى الاور سيد، نلاحظه، نكتب الاور سيد نمبر للباحث، يظهر لنا جميع بحوث الباحث المسجل بالاور سيد نمبر مالته من خلال هذا الخيار. ممكن نبحث يعني نخلي هذا الاور سيد نمبر لهذا الباحث مثال، كمثال نلاحظ عدد البحوث مالته 69 بحث، ظهر لي بالسكوبس لهذا الباحث في من خلال الاور سيد ايديا مالته. ممكن ابحث عن الاثرز من خلال الاور سيد، ابحث مو من خلال الفيرست نيم واللاست نيم تعلمناه بالمحاضرات السابقه، لا ابحث عن طريق الاور سيد نمبر، فاظهر الاور سيد نمبر، بس اكتب الاور سيد نمبر مالته للباحث، يظهر لي بان هذا الباحث هذا الاسم مالته، هذا الدوكيومنت مالته، هذا الاتش اندكس مالته، هاي الافليشن مالته، والسيتي والكنتري مالته. نلاحظ الصفحه مال الباحث صفحه جدا متناسقه، الاتش اندكس مالته 12، عدد السايتيشن 1175، الدوكيومنت مالته 69، اسمه، الافليشن اللي ينتمي اليه، وكذلك الاور سيد نمبر مالته صاير كونكت وي سكوبس. هذا البحث عن الاور سيد من خلال سكوبس، هم كذلك يعني نقدر نبحث عن الباحث من خلال الاور سيد نمبر يعني نفسه كذلك. نصيحه يعني دائما ننصح بها بنهايه محاضراتنا اللي هي الافليشن لازم يكتب بالصوره الصحيحه كما موجود في من قبل يعني المؤسسات العراقيه الحكوميه والاهليه، وناخذها من المعاون العميد او المساعد العلمي للكليه للجامعه او الكليه. ضروريه كتابه اسم البحث على جميع البحوث بشكل متلائم، وكذلك التسجيل بالاور سيد يعني جدا مهم، تعلمنا بهاي المحاضره. الاتش اندكس، شنو الاتش اندكس؟ تعلمني كيفية يتم تحديد كيو المجلة، تعلمناها بالمحاضرات السابقة، رسومات المجلة، كيفية حساب الاتش اندكس، وعندنا عدة أسئلة بهذا المجال، مشاهدة ورشاتنا السابقة اللي قمناها بجهاز الإشراف، الباحث ذو النشر الرصين يبني والباحث ذو النشر غير رصين يهدم، وآسف للانقطاع والخلل اللي صار بالمحاضرة، يعني كانت المحاضرات السابقة جدا متسلسلة يعني جدا نموذجي، ولكن يعني خدمة الانترنت الموجودة بالعراق هذا حال. مصطفى انا ممكن اسوي ميوت للمايك المفتوح دكتور مصطفى؟ العفو. نعم نعم دكتورة. وانا حاضر لاي سؤال، ولكن قبل السؤال بما ان احنا نقيم الورشة في مركز التعليم المستمر للجامعة الوطنية، نلاحظ بأن المنتسبين للجامعة الوطنية بالأول سيد نمبر فقط خمسة أشخاص، اللي دكتورة خنساء والدكتور سربت وأستاذ محمد وحسن ودكتور مهدي، فقط خمس أشخاص منتمين للأول سيد آدي في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، فقط خمس أشخاص. يعني هواي امور لازم نقدر نسجل بيها بالاور سيد جدا مهم. المفروض دكتور هسه بعد هاي المحاضره او بعد هاي الثلاث محاضرات المتسلسله كانت قدمتها مشكورا، يعني المفروض هسه كل التدريسين والباحثين المنتمين للجامعه الوطنيه علوم وتكنولوجيا انه من اليوم يعني يكون لهم اور سيد. اكيد هذا الشيء فيتهم طبعا، يعود بالفائده لهم كباحثين وكاساتذه. اكيد اكيد اكيد. وبعدين يعود للجامعه. علمنا هنا اهميه الاور سيد نمبر يعني شلون بالبحث، يعني مجلات اغلب المجلات الرصينه اللي هي تمتلك امباك فاكتور وسايت سكور عالي شويه
تطلب الأورسيد نمبر، يعني ما ضروري ضرورة من الضروريات، يعني ما المجلة بالجيدلاين مالتها حتى تكتب قبل لا تقدم تسوي سبمشن للبحث، ويعني وبالإديتوريال مانجر مالتها بالسيستم مالتها، يعني تقدر ما تقدر إذا ما عندك الأورسيد نمبر. نعم، هي أكثر المجلات هسه تطلب الأورسيد نمبر للباحث. عندك هو حتى بكل المعلومات عن الباحث. نعم. ويب أوف ساينس صاير كونكت ويا الأورسيد نمبر. سكوباس نعم. مسوية كونكت ويا الأورسيد نمبر. فجدا مهم الأورسيد نمبر. فنرجو يعني بالأسبوع القادم لما ندخل على الجامعة الوطنية نلقى يعني الكثير من الباحثين بالجامعة الوطنية موجودين بالأورسيد نمبر. إن شاء الله. وإذا كان أحد يعني عنده مشكلة بهذا الموضوع، دكتور علي بدر موجود، دكتور سرمد موجود بيقصر، والمحاضرة موجودة، دكتور يعني مازن. دكتورة يعني ما نعم، تستغرق سوى يمكن لحظات. نعم، 3 دقائق صحيح. 4 دقائق شكرا وأنا جزيلا حاضر لأي دكتور، سؤال شكرا جزيلا دكتور خاصة علي بدر. بسبب الخلل اللي صار. لا بالعكس، هذا خلل موجود، يعني شفناه احنا محاضراتنا ويا الطلاب بورشاتنا بندواتنا، الحمد لله إن شاء الله. يعني وارد لازم يكون. احنا بالعراق والحمد لله. الأخوة الأساتذة الأفاضل الحضور، أي سؤال دكتور علي بدر موجود ويانا. الأخوة الحضور، إذا ممكن اللي يمه يعني شوية الوضع مو هادئ يسوي ميوت للمايك مالته. أي سؤال دكتور علي؟ شكرا جزيلا. سعنا في نهاية هذه الدورة أن نشكر الدكتور المدرس الدكتور علي بدر الرومي على ما قدمه من شرح وافي ومجزي ومفيد، يعود بالفائدة على كل باحثين سواء داخل الجامعة أم خارجها. إن شاء الله تكون هذه المحاضرات يعني مفيدة وواضحة. طبعا أحب أنوه أن المحاضرات كلها موجودة على قناة اليوتيوب لمركز التعليم المستمر في الجامعة الوطنية لعلوم والتكنولوجيا، وكذلك موجود أيضا على قناة التليجرام. وإن شاء الله كل نشاطات مركز التعليم المستمر في الجامعة الوطنية لعلوم والتكنولوجيا تكون موجودة على قناتي التليجرام واليوتيوب بإذن الله تعالى. أشكر جزيل الشكر كل الأساتذة اللي شاركوا في الدورة على مدار 3 أيام، وإن شاء الله شهادات المشاركة توصل للكل فوريا.